ينعقد هذا المنتدى في وقت تشهد فيه بلادنا ثورة اجتماعية تتمثل في تفعيل المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، وهو المشروع الذي يهدف إلى إرساء لبنات تضامن مؤسسي لتوفير الحماية لكافة المواطنات والمواطنين وصيانة حقوقهم، فضلاً عن تيسير ولوجهم لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية في ظروف لائقة، وبشكل يضمن تكافؤ الفرص لا سيما في ظل ما أصبح يعرفه العالم من تقلبات اقتصادية ومخاطر صحية. وهو الورش الذي انخرطت فيه الحكومة بشكل تام فور توليها المسؤولية، بدءا بجعل مشروع تنزيلي وتعميمي التغطية الصحية أولوية ثابتة في برنامجها الحكومي، حيث التزمت الحكومة بالأجندة الملكية التي حددت ما تم سنة 2022 موعدا لتنزيل نظام موحد للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة كل الأسر المغربية. تم اليوم إعطاء انطلاقة المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية اللي تتحتضنه المملكة المغربية لأول مرة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لهذا الملتقى تتعكس الأهمية ديال الموضوع الحماية الاجتماعية في بلادنا وكذلك كقاطرة للنمو الاجتماعي والاقتصادي. هذا المنتدى هو أهم حدث دولي في مجال الحماية الاجتماعية على الصعيد العالمي، يحضره أكثر من 1200 مشارك ومشاركة أتوا من 140 دولة. يمتد هذا المنتدى على مدى 5 أيام، ويشارك فيه مسؤولون حكوميون من المغرب، من الدول الأعضاء في الجمعية الدولية للحماية الاجتماعية، وكذلك مدراء عامون لمؤسسات الحماية الاجتماعية وخبراء دوليون ومغاربة. هي كذلك فرصة لتبادل الرؤى، تبادل التجارب في مجال الحماية الاجتماعية والنهوض بهذا الموضوع هذا اللي عنده أهمية خاصة في جميع الدول. كما كانت اليوم كما لاحظتوا معنا وحضرتوا معنا في الجلسة الافتتاحية فرصة لتقديم نموذج المغربي اللي قدموه الوزراء الحاضرون معنا، نموذج اللي مبني على تعميم الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. I'm here at the World Social Security Forum at Marrakesh, and this is an outstanding event in for sure an extraordinary city, the one of Marrakesh. And what we are facing here are absolutely, let me say, historical moments. We are seeing that the government of Morocco is doing a big reform in social security, and there is a general and global importance behind that, because social security has been realized during the pandemic as the key for the recovery, and that what the government in Morocco is doing here is a kind of a symbol also for that, for other governments, because social security is the central investment for growth of economy, for freedom, and for peace. And the next 5 days here, all the experts, they will bring their ideas, their solutions, and their developments to the world of the social security. This is what I say at the beginning, what really makes this event outstanding, and by the way, the biggest event on the globe regarding social security. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.